رايبو عارجي عيبو عارجي حقش عنده خالي رايبو عار رايبو عار را ضربني جانا ضربني بغيت نعرف علاش هبطوا لي راجلي وخلاه هو يتزارى. خويا واحد السيد عندي معاه مشكل، راجلي تيبيع الليمون وتيبيع الشوفان وديما تيتهجم عليا ديما تيعاني، هو حاسد راجلي على ديك البلاصه باغي يحيد راجلي من ديك البلاصه. والبارح انا مني خارجه تهجم عليا وتعرى عليا، مني قلت ليه العواشر هذه قال لي انا ما تنعرفش العواشر. نضت انا مشيت عند الزوج ديالي خديت الفلوس مشيت للفرماسيان رجعت لقيت عائلته متهجمين على الزوج ديالي. مني بديت نفك فيهم وداكشي ما ضربوا خو ولا ما عرفش باي ولا ما عرفش كل ضربوا كلهم هازين العصي نادو ضربوني انا راسي. مني ضربوني هانتوما ضربوني هنايا وضربوني هاد البلاصه كامله باش نحش بها. ودابا ومني مشيت لسيدي عثمان شحال وانا في غيبوبه تتقول لي البراوات عاد باش فقت عطوني شهاده طبيه فيها 21 يوم وقال لي ومني دفعتها ليهم صباح مشيت للكوميساريه دفعتها ليهم قالوا لي صافي سيري من هنا نهار 2 غادي ناخذوا لك حقك. واليوم مع 8 الليل جات الدائره 26 اعتقلوا لي الزوج ديالي بغيت نعرف علاش انا الزوج ديالي ما نقدرش نعيش بلا بيه وعندي جوج وليدات وهو اللي خدام علينا. انا عامره مريضه انا مريضه مرض نفساني وعندي انهيار عصب في الراس تنشرب الدواء عندي مرض مدمن. ودابا تنطالب من الناس هم المسؤولين اللي شاف هاد الفيديو يتضامن معايا الله يجازيكم بخير. انا راه ما نقدرش نصبر نعيش بلا الزوج ديالي ما عندي جوج ابناء والبنت ديالي من صباح هي تتبكي والولد ديالي من صباح هو تيبكي وانا ما قدرتش ما عرفتش كي ندير ليهم. واللي شاف الله يجازيكم بخير اللي شاف هاد الفيديوهات يتضامن معايا الله يجازيكم بخير الخوت الله يجازيكم بخير اللي شاف هاد الفيديو يتضامن معايا ويتضامن مع وليداتي. انا الزوج ديالي غدا غادي يدوز في المحكمه مع 10 ديال الصباح غادي يعطوني ورقه باش نمشي لعين سبع ونشوف الزوج ديالي يا اما غادي يهبطوه يا اما غادي يخرجوه. انا تنطلب من سي الحموشي يشوف هاد الفيديو ويتضامن معايا الله يجازيك بخير سي الحموشي. راه عندي بنيه وليد وتا واحد ما خدام عليهم سوى الله سبحانه وتعالى. انا ما نقدرش نعيش بلا الزوج ديالي حتى انا بغيت حقي منه حقاش ضربني حتى انا ضربني وانا ديزا ديرا جو شكايات بالسب والشتم السلاح الابيض وما خدوش ليا حقي. بغيت نعرف علاش عنده شي واحد في عائلته انا ما عندي الله سبحانه وتعالى. تنتمنى من الناس اللي شافوني في هذا الفيديو يتضامنوا معايا ومع ولادي راه ما نقدرش انا نعيش بلا راجلي. عافاكم الناس اللي شافني اللي شافني يتضامن مع وليداتي اللي شافني يتضامن مع وليداتي الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. انا ما نقدرش نعيش بلا الزوج ديالي وانا كي عندي لبنتي وولدي من يقول لي بابا سعادة الحموشي الا شفت الفيديو الا شفت الفيديو الله يجازيك بخير شوف وليداتي الله يجازيك بخير سي الحموشي.